حياك الله يا أخي، انشر هذا الكلام الذي سيأتي. الشيخ بنى حكم بناء على كلمة عاهر، فكلمة عاهر معناها زاني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والعاهر الحجر، ولكن هذه الكلمة ليست فصل في هذا الموضوع. فهناك أقوال بأن كلمة عاهر تعني معناها الرجل المعروف بالسوء أو معروف بالفسق، وهذا حكم الشيخ، وهذا حكم الشيخ واجتهد في هذا الأمر، وهذا حكم ابتدائي. فبقي عندنا محكمة يسمى الاستئناف، يرى الشيخ رأيه ويقول قوله، وكذلك الشيخ محمد يقدم اعتراضه على الحكم. وهذا قد حصل قديما لبعض إخواننا السلفيين، قد حكموا في قضايا ثم بعد ذلك رفعوا استئناف ورد الحكم. وهذه هي المحاكمة، محاكمة ابتدائية ثم تأتي محاكمة تسمى عندنا بالاستئناف.